السبت 19 من أكتوبر لعام 2019. برج الحمل، مهنياً يجب أن تتحلى بالحكمة وتفكر جيداً قبل اتخاذ بعض القرارات المهمة بحياتك المهنية حتى لا تندم بعد ذلك. عاطفياً تعيش حالة من التوتر في حياتك العاطفية، مما يجعلك تشعر بالحاجة للابتعاد عن الحبيب لتقييم العلاقة الحالية. برج الثور، مهنياً لا تهتم بآراء من حولك، تركز فقط على الأشياء التي تهتم بها ولا تحب أن تنشغل بمن حولك في العمل. عاطفياً لا تهتم بالرومانسية ولا تسعى لخوض تجارب عاطفية، لكن تحب العلاقات التي تكون عفوية وبعيدة عن التكلف. برج الجوزاء، مهنياً لا تكن متحفظاً أثناء التعامل مع زملاء العمل، حتى لا تبنى بينكما علاقة من الكراهية سوف تؤثر على أدائك المهني بشكل سلبي. عاطفياً احرص على إرضاء شريكك واصطحبه في غداء على النيل تجددان طاقتكما خلاله. برج السرطان، مهنياً كن حالماً ولا تتوقف عن بذل مزيد من الجهد حتى تحصل على مزيد من الترقيات، فأنت شخص محب لعملك تستحق المكانة التي تحلم بها. عاطفياً كن أكثر بساطة أثناء تعاملك مع الشريك، فليس كل الأمور تدار بهذا الشكل من التحفظ. برج الأسد، مهنياً ترقية قريبة في طريقها إليك نتيجة للجهد الكبير الذي بذلته في عملك خلال الفترة الماضية. عاطفياً شريكك يحبك ويحرص على إرضائك بشكل كبير، لذا عليك الاهتمام به وبمتطلباته، فلا تجعل العمل يشغلك عن نصفك الحلو. برج العذراء، مهنياً تحاول فهم كل شيء قبل البدء في أي عمل، دائماً ما تحب أن تأخذ خلفية عن أي عمل تقوم به. عاطفياً لا تهتم كثيراً بالعاطفة والرومانسية، فالأهم عندك هو طريقتك مع شريك حياتك بعيداً عن الرومانسية، تفضل الاحترام المتبادل عن العاطفة. برج الميزان، من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان زياد مولوي، والفنان عمر زهران، والفنان هشام الشاذلي، والفنانة ندى فاضل. مهنياً مجتهد وتحاول دائماً أن تسيطر على تفكيرك داخل العمل، تبتعد عن المشاكل وتحاول أن تسيطر على انفعالاتك. عاطفي جداً، لكن دائماً ما تلجأ إلى عقلك أكثر من قلبك في أخذ القرارات العاطفية. برج العقرب، مهنياً كن أكثر حذراً أثناء تعاملك مع زملاء العمل، فليس كل من حولك يتمنون لك الخير. عاطفياً علاقتك مع الشريك تشهد فترة مستقرة، تشعران خلالها بمزيد من الحب والاحترام المتبادل. برج القوس، مهنياً لا تفسد علاقتك بمديرك المباشر في العمل حتى لا تندم لاحقاً، فكن حريصاً على إقامة علاقة طيبة بينكما. عاطفياً كن أكثر اهتماماً بالشريك واجلب له هدية قريبة تسعد بها قلبه، فأنت لديك شريك مخلص يستحق منك كل الحب والتقدير. برج الجدي، مهنياً كن أكثر إيجابية وتفاؤلاً على المستوى العملي، ولا تجعل مشاكلك الأسرية تؤثر على أدائك. عاطفياً قف بجانب شريكك ولا تجعل ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتك به، فهو يحرص على إرضائك ومواساتك بشكل كبير. برج الدلو، مهنياً تحب أداء المهام المطلوبة منك على أكمل وجه، وهذا سر تقدمك وتميزك في العمل. عاطفياً تحاول دائماً إرضاء شريكك تفادياً لحدوث المشاكل، وهذا ما يجعلك مميزاً بالنسبة إليها. برج الحوت، مهنياً أنت شخص متعاون جداً مع زملائك، لذلك تلقى عليك المهام الصعبة. عاطفياً تحب أن تشعر باهتمام شريك حياتك لك، لذلك أغلب الخلافات القائمة بينكما لأنه لا يهتم بك كما تريد.